هذا يسأل يقول أنا مسافر، وإذا أدركت الإمام في الركعتين الأخيرتين هل يكفي ويصير بالنسبة لي قصر وأسلم معه؟ نقول لا، إذا دخلت مع الإمام صار حكمك حكم الإمام، ولو لم تدخل إلا قبل السلام، إذا دخلت معه ولو قبل السلام يجب عليك الإتمام. هذا هو السنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه أن المسافر إذا صلى خلف مقيم يتم الصلاة، وقال تلك السنة أي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم.